مقالي ومقاله عن أفعل التهبيل. مفيش خطأ لفظي، هو التهبيل فعلا. يمكن في اللغة العربية في أفعل التفضيل، لكن اللي حاصل في أفعل التهبيل بجد. والنبي تشرح لنا يعني إيه أفعل الأول؟ أفعل ما على وزن أفعل. في التفضيل أقول فلان أصغر من فلان، بفضل واحد عن واحد. فلان أكبر من فلان، فلان أذكى من فلان، فلان أشطر من فلان، فلان أمهر من فلان، كل ديت صيغة أفعل. ففي اللغة العربية اسمها أفعل التفضيل، بتفضل حاجة عن حاجة على وزن أفعل. لكن اللي حاصل في الإعلام الرياضي نوع من التهبيل في استخدام نفس التفضيل، لأنه أفهم يا باشمهندس في ما يتعلق بالقياسات الثابتة أقول فلان أكبر من فلان لأنه ده مواليد كذا وده مواليد كذا، فلان أطول من فلان لأنه الطول ملموس ومتقاس، فلان أصغر، فلان وهكذا فيما يتعلق ب الإدراك العقلي أو حتى الإدراك الحسي. لكن ما يتعلق بقيم التذوق والرؤية والرأي، إزاي نفضل مصممين على أنه نفرض رأي ونقول ده الأسطورة؟ مين أحرف، سين ولا صاد؟ هو مين أحسن لاعب، سين ولا صاد؟ وتسمع منتهى التهبيل، منتهى التهبيل بجد، أنه يتقال لك مين أحرف، الخطيب ولا الدزوي؟ وبعدين تنقل تاني، هو الخطيب ولا محمد صلاح؟ بنتكلم في فوارق زمنية بين كل مفردة ومفردة تقريبا نص قرن. بنتكلم على مجال مصر، وبعدين يجي واحد مثلا مش عايز يقول ان كابتن محمود الخطيب افضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية، مع ان ده قالوه ابرز نجوم الزمالك التاريخيين كابتن حسن وكابتن فاروق، فمش محتاجة ان احنا نناقشها. لكن هي الغريب جدا علشان تيجي تنكر على الكابتن الخطيب تميزه تقوم مقارنه بمحمد صلاح، فيقول لك هو احسن محمود الخطيب ولا محمد صلاح؟ يا عم انت مين قال لك اصلا المقارنه محمد تجوز؟ محمد صلاح ايه؟ طب قول محمد صلاح في انجازات تقدر تقارن بيها. اولا يعني انما ده بيقارن بلعيبه بتلعب النهارده انجازاتها 1%. انا بس على التهبيل في المقارنه، بمعنى انك انت لاعب بين واحد وواحد تقريبا 30 40 50 سنه اختلفت فيهم كل حاجه، الكره نفسها الجلد بتاعها اتغير، الملاعب اتغيرت، التكتيك اتغير، العلم اتغير، التغذيه اتغيرت، طرق اللعب اتغيرت، المستوى المنافسين اتغير. فما بالك ان انت بتقارن حد بيلعب في مسابقه اوروبيه في مجال تنافسي مختلف خالص ولاعب لعب في المسابقه المحليه، ولو كان قدر للكابتن محمود الخطيب يحترف كان هيحترف، كان مونشن جلادباخ لما لعب مع النادي الاهلي في السبعينات قدم عرض مفتوح للنادي الاهلي لكنه تمسك بالاستمرار مع النادي الاهلي. احنا بنقارن ايه بايه؟ فقط على سبيل التهبيل، وبنسمع باستمرار هذا الفرض في المقارنه يا باشمهندس، هو مين اكثر شعبيه الاهلي ولا الزمالك؟ يا عم انت عندك احصائيات، عندك حاجه محسوسه، عندك ارقام صدرت من مراكز بحثيه، ما فيهاش راي ابدا. تسمع بقى هو مين اكثر تاثير في السوشيال ميديا، ده ولا ده؟ طب هتقيسها ازاي؟ كل واحد هيقول وجهه نظر ورايه. لا دي متقاسه خالص، متقاسه المفترض في ارقام واحصاءات، ومع هذا مطروحه للسؤال. فباستمرار يا جماعه ارجوكم، حتى في سؤال النجوم كتير، يعني سؤال الكابتن حماد عبد اللطيف، وحماد عبد اللطيف واحد من المهره البارزين في تاريخ الكوره، حاوي بمعنى الكلمه، حاوي بمعنى الكلمه فعلا. سؤال عن مين احرف، نشوف رايه قال ايه. يبقى حاجه نادره صعب تتكرر. الاسطوره ده بيبقى لعيب مبدع، مش شرط ان هو يكون واخد بطولات كتيره او لعب مثلا عدد ماتشات دوليه. يعني انا بالنسبه لي في اتنين اساطير كحماد عبد اللطيف حتى دلوقتي احب اتفرج عليهم، مثلا اخش على اليوتيوب عايز اتفرج عليهم. اخش على الكابتن حسن شحاته والكابتن محمود الخطيب، دول اتنين اساطير نادر يتكرروا. انا بكلمك بكل صراحه وبكل امانه. انت عاصرتهم؟ طبعا انا عاصرت الكابتن خطيب والكابتن حسن شحاته، دول الكوره متعه بالنسبه لي. انا بحب الكوره، الكوره متعه بالنسبه لي. الاثنين دول كانوا بيمتعوني، كابتن خطيب بمهاراته واهدافه والكابتن حسن شحاته باهدافه بقى وتحركاته. اخر 20 سنه مين اكثر لاعبي مصر امتاعا؟ ابو تريكه وحازم امام اكثرهم امتاعا اخر 20 سنه امتعوني. بالنسبه لك؟ بالنسبه لي اخر 20 شيكابالا. شيكابالا انا بتكلم على اللعيبه اللي بطلت دلوقتي بقى الايام دي، دلوقتي مثلا شيكابالا،
في دلوقتي انا بيعجبني قفشه. كابتن اللي بيسمعك دلوقتي يقول لك كابتن حماده عايز يعمل توازن، كل ما يجيب جيل يجيب لك واحد اهلي واحد زمالك، واحد اهلي واحد زمالك. كلمه بتطلع مني محسوبه، لان عارف انا بقول ايه وعارف انا بقيم مين. يعني انت بتقيم لعيب في سنتين، قفشه بقاله سنتين، شيكابالا بقاله مثلا 15 سنه. يعني انا بتكلم على اسطوره، موهبه فذه، لما الكوره بتيجي في رجله امتاع ما بعده امتاع. ما انا قلت لك ايه اللي بيبدعني وبيمتعني كانوا الاثنين دول، كابتن حسن شحاته وكابتن محمود الخطيب. ده بالنسبه لحمد عبد اللطيف. والله كابتن حماده ده راجل طيب جميل جدا. يا عم قول له اللي هو عايزه وخلصه. يعني الحوار كله بيلف. لا اخر يقول له الخطيب وحسن شحاته، على فكره انا متفق معاهم وبضم عليهم علي ابو جريشه يعني ومحمد بدوي، يا خبر ابيض على محمد بدوي بتاع المصري. ها لكن يعني ال 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 يقول له طب اخر 20 سنه شيكابالا وحدد له، يقول لي شيكابالا وقفشه، قفشه ده اخر سنتين. طب قول لي من سنه كام لسنه كام وخلصنا. هيقول ما تقولش شيكابالا بقى وتخلصنا. ومع هذا يا جماعه وبعدين قال له ده رايي. ايوه انت مش مسالني رايي، ده رايي، ده رايك بقى انت، رايك سين احسن حد. هو حد ناقش ان مهارات الكابتن شيكابالا مهارات قليله؟ لا مميزه جدا طبعا. لكن هو ما استفادش منها او لم يقدمها بالزبط. في كل الاوقات بالظبط. فالاسطوره والذي يقدم كل ما لديه معظم الوقت. عارف الاسطوره حتى. اما مساله اسطوره حتى اسطوره هي القاب بتمنح. يعني يا سيدي اذا كان هذا اسطورتك فليكن، ايه ما تضيعش وقتنا ووقتك فليكن. عارف الاسطوره حتى في اللغه، يعني القصه والحكايه اللي بيمتزج فيها الحقيقه بالخيال مش موجود. على فكره الاسطوره انها خيال بالظبط، بس انت من كتر الواقع ساعات ما يبقى حلو فبتقول ده حلو لدرجه انه ممكن يبقى خيال. اقارنه بالخيال حتى ما بنعرفش المصطلحات عشان نرددها ونسطحها وبقى كل شيء اسطوره بقى كل شيء. فليكن كابتن شيكابالا ممتع، ممتع بالنسبه لك اسطوره فليكن. انت حر، جون يكفيك انك تحط حد في هذا المعيار، انت حر، ولكن مش ضروري تجيب الناس تستنطقها ما تريد. هو ده النقطه. وبعدين في احصائيات بقى، ساعه الاحصائيات الجد، ما هو انت ما تقدرش تقول كان في لعيب اسمه جورج بيست في انجلترا ده كان عجوبه من عجيب كره القدم يعني في المهارات وبتاع، وبعدين ما عاش كتير لانه كان يعني منفلت جدا فبطل بدري. طب لو انت سالت اي واحد في انجلترا مين اسطورتك في كره القدم ولا مايكل اوين، مش هيحط الاثنين لان عمر الممارسه بتاعه، مع ان مايكل اوين ده في فتره من الفترات كان بيقارن بمارادونا. ايوه لكن انت فتره، لكن ممكن جدا جدا هيذكر لك الان شيرر مثلا. في معيار. ورغم هذا لما تيجي تقول انا كان بيمتعني مايكل اوين، ايوه فليكن. ما هو ده اللي انا بقوله. يا جماعه ما يتعلق بالادراك الحسي اللي هو التذوق، هو يعني هتسال حد تقول له هو ايه احسن، العنب ولا الجوافه؟ دي حاجه وده حاجه. لكن باستمرار ما يتعلق بالتذوق، ما يتعلق بالادراك الحسي، انا شايف حاجه اجمل من حاجه، انت شايف حاجه تانية اجمل من حاجه، ده رايك. انت شايف ان المهاره دي احسن من المهاره دي، ده رايك. على فكره العنب والجوافه حتى معيار متغير. بمعنى ايه؟ لو كلتهم وانت جعان رايك هيختلف. ده راي زراعي بقى. لا يعني لو انت جعان جدا وكلت ورايك ان العنب احلى من الجوافه بس ساعتها وقعت في ايدك جوافايه هتقول يا سلام الجوافه دي احلى فاكهه في الدنيا. المانجا ولا اللحظة. التفاح اللحظه ما فيش حاجه تجبرنا ان احنا نثبت معايير الا فيما يتعلق الاحصائيه. بالظبط هي ديت، في الادراك العقلي والادراك الحسي. الادراك العقلي دي مسائل متقاسه بارقام عقليه ومحسومه، لكن الادراك الحسي دي قيم كلها في التذوق، في الجمال، في الرؤيه، في الراي، في الرغبه، كل واحد هيقول حاجه مختلفه. لكن قلت لكم حتى يعني خطيئه المقارنه بين حاجه وحاجه، خليك تقارن بين اللعيبه اللي بتلعب في الدوري المصري او لعبت حتى من 50 سنه في الدوري المصري مع محمد صلاح اللي بيلعب في الدوري الانجليزي. وقلت لك انه في السبعينات لما مونشن جلادباخ جه لعب مع النادي الاهلي، بعد المباراه النادي الالماني قدم عرض مفتوح للنادي الاهلي لشراء الكابتن محمود الخطيب، وده كان منشط مجله الاهلي بالمناسبه. جلادباخ يقدم يعرض رسميا شراء الخطيب.
والخطيب لن ألعب لغير الأهلي، ولو دفع المليون جنيه شوف وقتها في منتصف السبعينات المليون جنيه كان بتعمل ازاي؟ 100 مليون دلوقتي. اه هو ده المساله، ان انت بتقارن ايه بايه؟ مسابقه غير المسابقه، ظرف غير الظرف، منافسين غير منافسين، علم غير علم، حاجات لما مختلفة. تقارن حتى محمد صلاح راجل هتستند الى انجازات مرعبه. اه طبعا واخد بالك؟ فقد يعني قد تكون المقارنه ليها اسانيدها، لكن النهارده رونالدينهو ورونالدو بتوع البرازيل وبيليه ومارادونا وميسي ورونالدو البرتغالي، لو جيت قلت مين الاسطوره محدش هيقول لك رونالدينهو، لو استندت الى المهاره مفيش زي رونالدينهو، ولا واحد في دول عنده مهاره رونالدينهو، لكن كيف تم استثمار هذه المهاره؟ لا شيء، غير انك تقف، لان في دلوقتي لو المعيار بالمتعه فقط، ده في ولاد بالستاند اللي هم بتوع الكوره دول طبعا بيعملوا حاجات مرعبه طبعا مش موجوده، انما هي لازم مزج المهاره ايوه بالعائد منها بالظبط، يعني والا تبقى مجد واها حتى مرتبطه. ما هو برضو اللي غيظك ان الكلام ده تسمعه من لعيبه كوره بجد الحاجه تنرفز، لانه يا جماعه انتوا بتتكلموا على لاعب في السيرك ولا لاعب في الملعب؟ انتوا بتتكلموا على لاعب في الملعب، المهاره الفرديه مقرونه بحاجات تانية، مقرونه باللياقه البدنيه، بالسرعه، بالالتزام، بالقرار، بالانتاجيه، بالانضباط، بالقوه، وعلى فكرة في عوامل كتيره بتشيل كل المهاره. كل الاحصائيات بتقول محمد صلاح ما عادش عامل اللي عمله. طبعا واخد بالك؟ واحنا اصلا من العبث ان احنا نقارن بين مفرده ومفرده. محمد صلاح بيلعب في الدوري الانجليزي مستوى تنافس تاني خالص، مستوى علمي، ده انت شفت حجم العضله بتاعته، الناس طيب هو الناس مختلفه بقى ممكن اقارن لك انا بين اثنين في تفسير انه محمد صلاح لا هقارن لك بين اثنين نسبه الدهون في جسمه لتحت 6% تحت 6% هقارن لك بين اثنين يمكن المقارنه بينهم مؤكد بين محمد صلاح ومحمد صلاح قارن محمد صلاح لاعب الدوري المصري ببازل بروما اللي هي المرحله اللي توهج فيها بليفربول هتجد واحد تاني خالص بالظبط. ايه الفرق بين كل دول؟ ما فعله طب انزل للمقاولين كمان ما فعله محمد صلاح، ما انا قلت لك في مصر ما فعله محمد صلاح في محمد صلاح وبمحمد مختلف. صلاح مختلف اشتغل، كان في حد امبارح مع اسمه محمد عمر كان بيحلل الفارق بين ميسي ورونالدو عجبني جدا التحليل، انه استند الى حاجات علميه مترجمه يعني إن ميسي عنده سرعة الترجمة بين الجهاز العصبي والجهاز العضلي 50% من الوقت بتاع الإنسان الطبيعي. فهو عشان كده أسرع في قراره من أي لعيب يمسكه، بيعمل فيه نفس اللعبة 3-4 مرات ويعملها فيه. لأن ذهنه أو جسمه بيستجيب لذهنه في نص الوقت. واخد بالك؟ فيما يتعلق برونالدو، رونالدو هو اللاعب الذي استطاع أن يسيطر على كل مفردة من مفردات حياته، لدرجة أنه جاب استشاري جودة النوم. جودة النوم؟ أنا أظن أن محمد صلاح عمل كده. لأن أنت يمكن مقارنة محمد صلاح فعلا برونالدو. طبعًا. نفس القرار، نفس ال 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 فده نوع. طيب هو إحنا لو كان الكابتن محمود الخطيب ولا الكابتن على بوجريش ولا الكابتن حسن شحاته اتيحت لهم الفرص الفرصه دي ولقوا حد وعاشوا هذه العيشه كان يروحوا فين؟ كان الخطيب هيقارن بجورج ويا بالظبط واخد بالك؟ وكان الكابتن حسن شحاته هيقارن بريفالدو واخد بالك؟ كان والكابتن على بوجريشه انا كنت اشوف على بوجريش وحمدي نوح مهارات مش موجوده عند حد حمدي نوح حاجه فلتة ما كنتش اشوف المهارات دي موجوده عند حد صحيح لكن كان ينبغي ان هم يخرجوا في يعني معترك اخر يستنفر تنميه هذه المهارات، بعضهم هينجح بعضهم لا لان في جزء الشخصيه بيؤثر على النجاح. الكابتن الخطيب اسطوره موفقه في زمنه طبعا انه خد احسن لاعب في افريقيا أيوه. ارقامه القياسيه ما زالت تعيش بيننا أيوه. الكابتن محمد صلاح
اسطوره موثقه بارقامه القياسيه. هو محمد صلاح يتحدى محمد صلاح كل يوم. صحيح. ده كلام مهم جدا عن افعل التهبيل، لكن بعد الفاصل الخير ما شاهد به عيسى.